الكسوف آية من آيات الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، يخوف الله بها عباده، يخشى أنها إذا كسفت لا يعود إليها النور، تقوم الساعة، لأنه لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي متوقعة في كل وقت وفي كل حين. إن الشمس والقمر آيتان يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم منهما ذلك يعني هذا التغير فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم.